أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. عاد إليكم برنامج حوس بلادك في موسمه الثاني من جديد. كما عودناكم مشاهدين، برنامج نحاول من خلاله زيارة أجمل المناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر. وجهتنا في هذا العدد مشاهدين الكرام إلى ثاني أكبر ولاية في الجزائر من حيث المساحة، ولاية أضرار. مشاهدينا، هي وجهة هذا العدد من برنامج حوس بلادك. الآن نتواجد تحديدا بمنطقة بوكزول، 10 كيلومترات مشاهدينا الكرام تفصلنا ونصل إلى ولاية الجلفة. على كل برنامج ثري إن شاء الله سيكون في هذا العدد من برنامج حوس بلادك، شاهدوا معنا. ما غترها غكالين اي ميدي اي لاني وديا نكلي غسبت اي لاني وديا ما غترها غكالين اي ميدي أهلا بكم من جديد. بعد مسافة سير تفوق 1400 كيلومتر مشاهدينا من الجزائر العاصمة، وصلنا أخيرا إلى ولاية أضرار الجميلة. الآن مشاهدينا نتواجد بمنطقة بودة التي تبعد عن أضرار ب 35 كيلومتر. نحاول أن نتعرف وإياكم على هذه المنطقة، رغم أن هذا الذباب مشاهدينا يحاول أن يمنعنا من ذلك لمرات عدة، لكن سنحاول أن نتعرف على منطقة بودة مع السيد الكريم هنا، المرشد السياحي بهذه المنطقة. سيدي السلام عليكم. أولا، هذه المنطقة، منطقة بودة كما قلنا في بداية التصوير، التي تبعد عن ولاية أضرار ب 35 إلى 30 كيلومتر تقريبا، ما الذي يميز هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن متواجدون ببلدية بودة. بلدية بودة معروفة أنها مضيافة بلد مهد العلم والعلماء، الشيخ سيدي محمد بن الكبير، هنا ترعى أئمة ومشايخ مشايخ البلاد. أعزائي المشاهدين، مثل هذه الجلسات لا تشترى بالملايين. أهلا وسهلا بكم مجددا، ولا نزال نتواجد أكيد في بودة هنا بولاية أضرار مع عملية تحضير الشاي الجميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش أخباركم؟ لا بأس الحمد لله. سيدي، جئناكم إلى الجنوب، جئناكم إلى الصحراء الجزائرية الجميلة. مرحبا بكم، شرفتونا ولنا شرف كبير. احنا نفرحوا كي يجيونا من هي، عندنا اصدقاء الله يبارك، والله ما شاء الله يجوا لهنا يرتاحوا، وحنا نفرحوا كي يشوفوكم فرحانين. وحنا نفرحوا بكم فعلا. شكرا يا سيدي. ما الذي يميز الشاي الصحراوي، شاي أضرار، عن بقيه انواع الشاي؟ الشاي الصحراوي هو راه الشارم نتاعو كي تخرج لهنا للصحراء، الكالم تريح تاع طيب برادك، يعني تحس بنغمه خياليه. والشاي الصحراوي معروف عندنا احنا، نقولوا له اشترطوا فيه ثلاث جيمات، وهي الجرو والجمرو والجماعات. الجمرو الفحم هذا اللي باين، ها هو دوك نديروا برادنا حنايا عند النار. ايوا. والجر يعني لازم يطول فوق النار، يعني تيكون احنا كاين اللي كيذوقوا يقول لك هذا خصو شويه نار. والجماعه يعني حنايا، والجماعه هي الانس. أيلاني وديان، الله غطرها
مشاهدينا الكرام، من قصر المنصور ببلدية فونوغيل إلى واحدة من بين أكثر المناطق استقطابا للسواح بولاية أدرار، منطقة تمسخت. مشاهدينا، عدد حوس بلادك لا يزال مستمر في هذا الفيديو. سيدي الكريم، هذا الذي خلفنا في الصورة مسجد أم ضريح؟ ما المعلومة الصحيحة عن هذا المعلم يا ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للضريح هذا، للناس بزاف راه يتداول كلمة ضريح، هو في الأصل مسجد. مسجد لصاحبه سيدي يوسف بن محمد بن علي بن موسى. هذا الضريح اللي الناس كثير راهي تقول فيه ضريح هو مسجد. لما صاحبه توفى دفن قبالة المسجد، ماهوش مدفون في المسجد، بينما هي كاينه مقبره قبالة المسجد. مسجد سيدي يوسف بن محمد بن علي بن موسى، والمعروف في المنطقه سيباي سي محمد. سيباي سي محمد الاسم المعروف في المنطقه. هذا المسجد مشاهدينا الذي يقال انه متداول باسم ضريح، والمعلومة الصحيحة أكيد من عند الأخ المرشد، ويقال أهل مكة أدرى بشعبها. شكرا لك سيدي الكريم. اللهم بارك فيكم يا سيدي. مشاهدينا الكرام، لن تكفينا سنوات مديدة لنتمكن من توثيق ولاية أدرار من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لكن على الأقل حاولنا أن نرصد لكم أهم المواقع والمناطق السياحية التي تزخر بها الولاية. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج حوس بلادك. إلى اللقاء.